بصير هو وقف قطات واحنا نكمل. أنا أولادي فقدين حنان، أنا حتى مش قادرة أسيب ابني الصغير، ابني توأم اللي معايا لخدته مش قادرة أسيبه ثواني يعني، بس مش نهائي نهائي، بس مش بقدرش، بخاف بخاف أسيبه أفقده زي أخوه، بخاف ثواني يغيب عني، عندي رهبة رهبة أفقده زي العقدة، صارت عقدة حياتي يضيع مني. ما عمر خطر في بالي اني اشوف هذه الحاجات، ولا انه يصير معايا يوم ما اروح ألد هيك يصير معايا، انا افقد طفلي واعرف شوينه لحتى الان. انا بدي ابني، انا بدي ابني يرجع، انا مش عارف. صار في مشاكل أسرية كثيرة نتيجة الأحداث اللي عايشوها، يعني الرجال صاروا فاقدين السيطرة على انفعالاتهم، صار مشاكل كثير مع السيدات، صار عنف أسري، كمان الأطفال صار عندهم مشاكل تبول ليلي، كوابيس ليلية، عدم القدرة على التحكم في الانفعالات، صاروا عصبيين، صار عندهم عدوانية. بس مش بشتغل في المدارس العلوم في المدرسة تجميلتي طبعا. لا دي لو كنت بدي أخرج. لا 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 أهلا بلاد نخليها. معظم الحالات اللي قبلوها المرشدين عندنا في المراكز حالات الأطفال اللي بتعاني من الخوف ومشكلات النوم، حالات الكبار اللي بيعاني من الأرق والتوتر والغضب الشديد، بحيث أنه أصبح كثير من الناس مش عندهم قدرة على ضبط ذاته. الاولاد شو اسمه جايبين لي علبه من جنبي من هان من المدرسه، بقولوا لي علبه لحمه يا بابا، علبه لحمه هاي افتح لي اياها خلينا ناكل. فقلت لهم ها ها تفتحها يا بابا، بعاقب فيها فتحت العلبه الا في شيء بعدها ما وعيتش عن نفسي ولا وعيت عن حالي، يعني بعد الشيء اللي صار ما وعيتش حالي الا في المستشفى في العمليات. لقيت اطرافي وفقدت عيني واطرافي راحت اطراف ايدي، والاولاد انتشر شظايا وانا جسمي كله انتشر شظايا. لا ده على العلبه في الاولاد بنتها ولا لقيتها يا بابا ما بفتحها زي هيك علبه اللحمه بتنفجر في وجهي وفجه الاولاد الشظايا في الاولاد. صار صدمه معي، بقوم من النوم بالمره ومرتين من النوم من الصدمه ومش مستوعب ايش اللي حوالي. اولادي تاثروا، البنت هذيك لليوم بتعاني بالفراش، يعني متأثرة نفسيا مش قادرة تتعامل مع هذا الولد. الأولاد صاروا يعني يتبولوا على حالهم من نفسية. اسمع صار عنده تبول لا إرادي مش قادرة أخلصه منه، اللي التبول لا إرادي. أحكي له يا ماما طب ليش أنت هيك بتعمل، ليش هيك؟ بحكي لي خايف من اليهود، خايف من القصف، تاتا ماتت منهم، يعني الأشياء اللي عاشها اللي شافها ضلتها معلقة براسه. من المية حياتنا هي حياة أنت ما مضرش فيها هي فوق ده طيب.